مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. النهارده جايه لكم بلوج صغير. قررت ان انا اعمل كحك لاول مره في حياتي او احاول اعمل كحك لاول مره. وهعمل الكوكيز او البسكوت ده مع عيالي بما ان العيد جاي ان شاء الله، فقلنا نجرب. يعني لسه عندنا وقت كتير عشان نغلط ونتعلم، فيا رب يطلع حلو. يعني هتعمل ايه؟ هتعمل ايه النهارده؟ كحك. يا اول حاجه هعملها ان انا اسخن البوتاجاز على 325. اوكي، عندنا بقى المكونات هنا، العيال بقى جاهزين عشان هيساعدوني. اول حاجه هنا بوله طبعا. عندنا هنا دقيق، ما يغرقوش بس المنظر. عندنا هنا سكر، فانيليا. انا بحب احط المكسرات جوه الكحك، وطبعا الزبدة. فنبدأ. أول حاجة حمزة. حمزة، can you put this in the bowl؟ okay، هو هيحط الزبدة هنا في البولة وبعد كده نحطها في المايكرويف كام ثانية بس عشان تطرى. يعني حوالي 30 ثانية كده، ممكن أقل كده بس عشان تطرى بس. okay، عندنا هنا الزبدة. زي ما قلت لكم أنا ما كنتش عايزة أزحها، بس عايزاها تكون طرية زي ما أنتم شايفين كده، بحس ان احنا نحط فيها السكر. يلا حموز، can you give me a couple spoons of sugar just to make a mess؟ يلا say بسم الله. بسم الله. Oh, sugar. More. Yep, one more. I don't like this. Okay. No, mine. زود عليها واحدة كمان. I can't eat it. No, don't eat sugar. No. No. Put the last spoon. عايزين نخلط بقى الزبده مع السكر. اوكي، اوريكم بقى لما اخلص. حمزه، can you hold this؟ Sure. Thank you. Always say بسم الله. When we make something, we say بسم الله. اوكي. Okay. بسم الله. اوكي، عايزين بقى الدقيق. What do you do? نزود عليها كوبايه دقيق. انا عملت كده، دلوقتي هحط عليها حبه فانيليا. اوكي، I love vanilla. نحط فيها المكسرات. That looks so black, Brandon. That's so black. That's so black. Now, can I put it in? That's so black. ركز بس في هنا. Thank you. I really want to do it. اوكي، ناخد السبراي دوت، نعمل كده عشان ما تلزقش. What is this? Doesn't stick. Stick. Hold it like this. That's okay. Hold it like this. You can hold it. Okay. Okay. Then the dough batana, namin. Yeah, yucky dough. هنطلعها من الفرن دلوقتي عشان هي برضو بتستوي بره كمان. فطلعها دلوقتي، سيبنا الكحك يبرد، دلوقتي نحط عليه السكر.
خلاص بقينا بعد المغرب فطرنا واكلنا وجربنا الكحك والنتيجة اهي بقى عشان تشوفوا ده اللي فاضل. الحمد لله كحكي حلو جدا طلع حلو قوي ان انا قلت اعمل يعني كمان فعملت دبل اللي انا عملته هو هنا وفضله دقيقة وهطلعه وحط عليه السكر بجد يعني وصفة حلوة جدا واول مرة اعمل كحك وفعلا يعني مبسوطة ان انا عملت كحك كويس يعني هو مش زي الكحك التقليدي بتاع مصر بس هو فعلا طعمه حلو جدا يعني اتمنى يعجبكم الفيديو وباي باي.